زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت استغرقت ساعتين فقط. التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وعددا من المسؤولين. ورغم أن بن سلمان أرسل برقية شكر لأمير الكويت، إلا أن تساؤلات أثيرت عن الزيارة وظروفها، حيث أنها تأجلت مرتين، كما أنها لم تناقش قضايا جوهرية كالأزمة الخليجية وتشكيل نيتو عربي، إضافة إلى ملف الحقوق النفطية المشتركة بين البلدين، مما حدا بالبعض لوصف الزيارة بأنها ربما لم تكن ناجحة، لكن الخارجية الكويتية وصفتها بالإيجابية. زيارة رسمية قصيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، تم تأجيلها أكثر من مرة خلال يوم الزيارة التي كانت مقررة السبت، لكن الرياض أجلتها حتى مساء الأحد لتقتصر على ساعتين. التقى خلالها بن سلمان بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالعاصمة الكويت. وزارة الخارجية الكويتية وفي بيان لها على مواقعها الرسمية رحبت بالزيارة التي وصفتها بالأخوية وبأنها ركزت على العلاقات الثنائية ومسيرة العمل الخليجي، ورفضت في ذات الوقت ما تم تداوله من أنباء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن نتائج الزيارة كانت سلبية. وكانت رشحت أنباء عن أن زيارة بن سلمان للكويت لم تكن ناجحة، وبأنه لم يناقش مع أمير الكويت ملفات الأزمة الخليجية الناتجة عن حصار قطر وتشكيل تحالف خليجي عربي لمواجهة إيران فيما بات يعرف بالنيتو العربي، وقضية الحقول النفطية المشتركة بين البلدين في منطقتي الوفرة والعبدلي، والتي أدت بالكويت عام 2014 إلى التلويح باللجوء إلى المحكمة الدولية لحل النزاع. وتحدثت تقارير إعلامية نقلا عن بعض الشخصيات الكويتية بأن الأجواء كانت متوترة بين المسؤولين الكويتيين والسعوديين. يذكر أن أمير الكويت قد بذل جهودا العام الماضي لنزع فتيل الأزمة الخليجية بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر، وهي مساع لم تعجب أبوظبي والرياض في حينها ولم تتجاوبا معها بحسب مراقبين. ينضم إلينا من الكويت السيد عادل مساعد الجرال الإخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، وأيضا معنا من باريس صلاح القدري الباحث السياسي. لكن أبدأ مع سيد عادل مساعد الجرال الإخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عبر الهاتف. إذا سيد الإخرافي إن كنت تسمعني، أريد أن أتوجه إليك بالسؤال عن يعني ما ذكره مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية حينما أبدأ أسفه لما اعتبره معلومات مغلوطة عن هذه الزيارة. إذا ما أردنا أن نصحح يعني هذه المعلومات بأنها ليست زيارة غير إيجابية، ما هي المعلومات الصحيحة؟ في الأول أمسيك بالخير ومستمعينا ومشاهدينا. أما بالنسبة لحقيقة الزيارة فهي مثل ما بيان وزارة الداخلية أنها زيارة جيدة وناجحة، لا يعني ما شاء الله كل اللي قلتوه وسمعته معاكم لم أشعر فيه وأنا بين أروقة الزيارة. أنا أعتقد أن الزيارات الخليجية أصلا وبالذات السعودية هي بين الأهل وبين التكامل وبين الاتصال الدائم، وكثيرا ما يحصل من الكويت إلى المملكة زيارات قصيرة وسريعة والرجوع والذهاب، وبالعكس صحيح يعني لا أرى. ولكن ربما سيد الخرافي لو سمحت لي، ما أثار يعني هذه التساؤلات أو هذه المعلومات هو أنه لم يعني يصدر تفصيل واضح عن ما جرى نقاشه. إذا ما أردنا أن نقول بأنه جرى يعني كما نسمع عادة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما هي هذه القضايا التي تهم الكويت مثلا التي جرى مناقشتها في هذه الزيارة؟ هو في حدودها التكاملية الكويتية السعودية تهم الكويت، هناك أمور كثيرة مشتركة، منها النفط، منها الوضع الإقليمي، منها الوضع الدولي، لسه راجعين من الـ United Nations، من نشاط كبير لدولة الكويت،
وتعرفون موقع كبار دولة الكويت في هيئة الأمم. فهذه الأشياء كلها تعمل فيها تكاملية بين الكويت والمملكة يعني، وليس جديدة، ويحصل العكس صحيح. كثير من وزرائنا يروحون المملكة خلال سريع ويرجعوا نفس اليوم. صحيح، ولكن لو سمحت لي سيد الخرافي، زيارة ولي العهد السعودي هي زيارة ثانية للكويت، وكما ذكرت يعني توقيت الزيارة مهم. هل جرى نقاش الأزمة الخليجية والكويت؟ يعني هي كانت تدير وساطة في هذا الموضوع. أنا يمكن لما كانوا يحضرون معي اللقاء أنا لا أعرف يعني حقيقة اللي جوا، أنا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، إنما يعني كل اللي سمعناه وحضرناه أن هناك تباحث وهناك اتصالات، وتفتح كجميع يعني بين العائلة الواحدة، أنا أعتبرها كل الملفات ممكن الفتح والنقاش فيها، وخاصة الكويت والمملكة. نعم، شكرا جزيلا لك من الكويت عبر الهاتف السيد عادل مساعد الجرال الخرافي، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي. والآن مشاهدينا أتحول إلى باريس لمحاورة السيد صلاح القدري الباحث السياسي. سيد القدري، ربما استمعت إلى ما ذكره سيد الخرافي، وأيضا يعني لك متابعة لهذه الزيارة، لجدول الأعمال الذي كان متوقع، وكيف تم التعامل مع ما بعد الزيارة. هل برأيك يجب أن ينظر المرء لها بأنها كانت فاشلة غير إيجابية أم ماذا؟ الذي هو معروف ويعرفه الجميع على أن هناك قضايا تخص البلدين، وهناك قضايا إقليمية. الكويت والسعودية لا تملكان نفس المنظور لهذه القضايا، والقضيتان الأساسيتان أو القضيتان الأساسيتان هي خارجيا هي قضية حصار قطر والتعامل مع المشروع الإيراني في المنطقة، وأما داخليا فهي القضية الحدودية وهذه الحقول النفطية التي أوقفتها السعودية فجأة سنة 2014 وسببت خسائر تعد بعشرات الملايير من الدولارات إلى الكويت. إذن القول بأن القول للوزير الذي وزير مجلس الأمة الذي تكلم قبلي وقال على أن لا توجد أي مشاكل، وأن القضايا طرحت بشكل لا يمكن أن تطرح قضايا على مائدة عشاء لمدة ساعتين بحجم قضية التعامل مع الملف الإيراني، وخصوصا أن هناك تأكيد من طرف وكالة رويترز والأناضول بأن هذا الملف سيكون إحدى الملفات التي سيتم تناولها. إذن طيب يعني سيد القدري، ربما يكون هناك حرص واضح من الجانب الكويتي يعني التعامل بهذه الطريقة، بعدم إثارة الكثير من السلبيات حول هذه الزيارة. لماذا ترد هذا الحرص؟ هناك محاولة من الطرف الكويتي، لأن أصلا السياسة الخارجية السعودية بعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد هي لم تكن هي سياسة مبنية على الإملاءات الخارجية، وهذه السياسة لا تعجب الكويت. لو أخذنا ثلاث ملفات فقط سننظر إلى اختلاف وجهات النظر، وعلى أن الكويت لا تريد أن تدفع إلى نحو التأزيم مع المملكة العربية السعودية، لأن الأزمة القطرية تكفي. الملف الإيراني مثلا والتعامل مع القضية اليمنية مثل، والحوثيين الكويتيون يقودون منذ سنة 2016 الوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الوقت الذي تسعى الحكومة السعودية إلى إنهاء المشكلة اليمنية عسكريا. حاول السعوديون الضغط على الكويت من أجل أن تتخلص من الموقف الحيادي وأن تنحاز إلى الموقف الإماراتي السعودي البحريني في قضية حصار قطر. القضية الثالثة على أن المملكة العربية السعودية أوقفت الإنتاج النفطي الذي سببت الكويت خسائر كبيرة جدا. هذه الملفات الثلاثة حتى على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي قال أن الملف الحصار قطر سوف يطرح. أنا أظن فقط أن هناك معلومتين أساسيتين في هذه الزيارة تشرح بأن هناك توترا كبيرا. أولا وصول وزير الخارجية الجبير ساعات قبل ولي العهد، هذه المسألة الأولى، وبدايته تفاوض مع ولي العهد الكويتي. ثانيا التأجيلات المستمرة التي أظن أنها كانت نوع من الضغط على الكويت من أجل أن تقدم التنازلات في الموضوع، خصوصا في موضوع حصار قطر، وكانوا يفاوضونها بقضية استئناف طيب الإنتاج. إذن هل يعني نتوقع إذا ما افترضنا النقطة الثالثة؟ نعم تفضل في النقطة الثالثة قبل أن ننتقل إلى بقية يعني نقاشنا. نعم، البروتوكولات التي كانت يقودها التي كان ينظمها الكويتيون من أجل جدول أعمال الزيارة ألغيت كاملة، وحتى البث الذي كان في التلفزيون الرسمي الكويتي الذي يتكلم عن العلاقات التاريخية السعودية الكويتية قد أوقف هذا البث.
طيب هذه الإشارات للأجواء والدلالات يعني كما ذكرت بالتحضير وبخلال الزيارة، إذا ما اعتبرنا يعني كما تعرض أن العلاقات متوترة أقل ما يقال بين الكويت والسعودية، وربما هي ليست المرة الأولى، لكن دائما كان هناك إدارة معينة لهذا التوتر بفترات سابقة، أين تقف إذن هذه العلاقات الآن؟ هل نتوقع يكون هناك زيارات متابعة لما جرى نقاشه على يعني غموضه؟ أظن أن الملف التعاون السعودي الكويتي الآن سيكون على ملف واحد فقط، وأن الملف الذي هو ملف استئناف الإنتاج النفطي المشترك وكذلك حصار قطر سيوضع على جنب في انتظار أن يتغير الوضع في السنة في الشهور القادمة أو في السنوات القادمة. الملف الذي سيشهد تعاون بين السعودية والكويت في الفترة القادمة هو ملف مواجهة المشروع الإيراني، وخصوصا بهذا المحاولة التي تقوم بها بعض الدول العربية والدول الخليجية تأسيس تحالف لمواجهة تمدد المشروع الإيراني، وتصريح وزير الخارجية في الفترة الماضية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حينما اعتبر أن الحوثيين أصبحوا يمثلون الإيراني وأنهم يصبحون منصة لليمن، أصبحت منصة لإطلاق الصواريخ على الدول الصديقة، وكان يقصد السعودية بالأساس. هذا التصريح الذي كان فيه تسعيد من طرف الوزير الخارجي الكويتي الذي يملك صفة المراقب في مجلس الأمن حاليا، يجعلنا نظن أن ونعتقد بأن في الفترة القادمة ستشهد السعودية والكويت تقاربا في قضية التعامل مع المشروع الإيراني في المنطقة. شكرا جزيلا لك من باريس صلاح القدري الباحث السياسي. عفوا سيدتي.